السلام عليكم. البعض راح يسائل طبعا بهذا المستند البسيط جدا المتواضع اللي هو تقريبا صار لي انا 4 أيام اشتغل عليه وسويت لكم اياه بلغه عربيه حتى الكل يستفاد من عنده، وان شاء الله ننزله قلت لكم بيديا. هو شيء جدا بسيط حول معلومات حول تساقط الشعر وتشخيصه، والشيء اللي راح نذكره بهاي الحلقه مثلا يقول لك انا شلون اوقي نفسي بقدر الامكان من تساقط الشعر. هي طبعا هسه الغالبيه منكم يعرفها مثلا، وطبعا هذه مو من جيبي ولا هي اجتهادات من عندي، روح اقرا ابحاث مال الجمعيه الامريكيه. وهسه تقول همينا رجعنا للجمعيه الامريكيه شو تسوي يا عيني، غير هم عندهم العلم مقدس وان شاء الله احنا همينا نقدس للعلم. ف ايش بينت؟ قالت اذا تسبح حاول تبتعد عن الشامبوات اللي كيميائيه وصناعيه، والله اعلم خصوصا بالعراق مش مدري ان هي ايش تجي البعض يعني. فالمي الحار كلش هم يأثر، يعني هاي اشادات بسيطة لكم ومذكورة، انا ذكرتها تقريبا ب 17 نقطة حاولت اني اخذها من الجمعية الامريكية وسويت لكم اياها بالعربي وطبعتها طبعا. من الاساليب الاخرى ايضا يقول لك الجفاف يعني بالشعر، من تغسل شعرك وكذا وتروح تجففه بالشسوار، هنا أنا راح تحرق البصيلات. البعض يقول لك زين أنا شلون أجففه؟ يقول لك جيب خاله من ألياف معينة حتى أنت تجففه، لا تلجأ للشسوار والحرارة المباشرة. البعض يقول لك أنا أريد أسرح شعري، هذا ما أدري إيش يسموه عد النساء المسرح، ما ادري شلون هذا مثل الاوتي دي، الله ما اعرفه بصراحه. فيجيبوه يسرحون به شعرهم، هذا غلط لان هذا تعرض، خصوصا اذا شعر جاف وشعر هش وانت تجيب بالحراره ولا شنو داعي نازله، اريد والله خساره سيلفي. وبعدين تقرع وهناك تصير قرعه وهنا كارثه. شيء اخر لا بخصوصا للسيدات، انت مو تجيبين اكو هذا مثل القراصه او هذا اللاستيك ما ادري شو يسمونه يعني، وتجيبوه وتلفوه حيل على شعركم، هنا راح يسبب ضيق وضغط على البويصلات مال الشعر، عادات خاطئه. لذلك هسه النساء يعني خصوصا ان هي سافرات بالدول الاوروبيه يعوفوه الشعر طريق يعني، او يلفوه من هنا ومو كلش حيل حتى ما يسببون ضغط. وحتى الاطفالكم بالبنات الصغار يجيبون هذه القراصات او هذا ويضبوها هنا، ادري مو انتم هنا دمرتوا البصيلات كلها، يدعوفوها كثير من الامور. البعض مثلا بنيه جميله تقول لك والله اريد اصبغ شعري، شوفوا هاي ملاحظه جدا مهمه للبنات والنساء والرجال دي الله. ليش يقول لك اريد اصبغ شعري لونه اصفر لونه احمر؟ بالعافيه عليك مقدما. لكن الجمعيه الامريكيه شو تقول لك؟ من اذا تريدين الصبغي ناس متروحين، وانتم كلش تريدين الصبغي ناس متروحين الى ايش؟ الى صالون او مركز تجميل، لكن لازم عندهم اخصائيين. هسه شلون هسه المراكز الموجوده عندنا بالعراق، وهي خطوه جيده بها اطباء اخصائي بالتجميل وامراض الجلديه، والحمد لله خطوه موفقه طبعا. فاذا تريدون راجعوا هاي المراكز، ليش؟ لان بها اخصائيين يشوف طبيعه فروه الشعر، يشوف طبيعه شعرك، وهناك هو ينصحك يقول لك احنا نتبع فلان صبغه، انت شعرك ما يستحمل الصبغه بالكامل، او ما يعني ننصح ببعض الامور، اكو هذا الاكسجين ما شلون وهذه الامور، فهم راح ينصحوك وراح يوجهوك. لذلك من تروحين تراجعين ما هذه، فيفضل مراكز تجميل وليس الصالونات او كذا، فيعني لازم اصحاب عندهم خبره بهذا الشيء يعني. ثم ذلك عندكم التغذيه يعني ايضا، فهي كثير من العوامل او بعض العادات. كذلك مصففات الشعر اللي يستخدموها هسه الرجال والنساء، الجل والسبري والى اخره، هاي كلها طبعا هي مضعفات للشعر وتؤدي الى تساقط كثير من العادات طبعا اللي احنا نمارسها. حتى اللي يلتزم بدايت معين ويبتعد عن الكربوهيدرات بشكل كامل ما يصير، لازم شويه تراجع طبيبك تقول له يا بشويه
لأن هذا قد يأثر يسبب لك تساقط بالشعر، ضعف بالبويصلة، فلازم فد أقل كمية. حتى الجمعية الأمريكية قال أقل شيء 800 سعرة حرارية لازم تدخل للجسم حتى إحنا نحقق نمو كامل. أتمنى استفادت من هذه الحلقات البسيطة، وتقدرون أنتوا تدورون على أبحاث وتقرون. ومثل ما عرفت وذكرت سابقا، يعني أسباب تساقط الشعر جدا كثيرة وهواية يعني، فلا يمكن عدها. دمتم بصحة وعافية.